خليفة، الموت على الشعوب، الموت على الشعوب، الموت على الشعوب. شهد يوم أمس الخميس الموافق للخامس من يونيو الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الحاجة زينب التاجر، وذلك على إثر إطلاق قوات النظام قنابل الغاز الخانق داخل منزلها الواقع في بلدة السنابس غربي العاصمة المنامة. أهالي البلدة أحيوا ذكرى استشهادها بتنظيم مسيرة هتفوا فيها بشعارات الثورة وإسقاط النظام الخليفي، كما حملوا رأس الحكم حمد عيسى الخليفة كامل المسؤولية. نشطاء أشاروا إلى أن استشهاد الحاجة زينب التاجر جاء بعد أيام قليلة من رفع قانون الطوارئ الذي فرضه الحاكم حمد عيسى الخليفة بالتزامن مع دخول قوات الاحتلال السعودي والإماراتي للبحرين منتصف مارس 2011. وبحسب النشطاء فإن استشهاد الحاجة زينب يدل على أن البحرين لا تزال تحكم بقوانين الطوارئ والأحكام العرفية رغم ادعاءات السلطة خلاف ذلك.